جبت العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا. صوت أم كلثوم وهي بتغني ليلة العيد بيخلي دماغنا بتتبرمج تلقائي كده إنه خلاص رمضان بيخلص والعيد جاي، ونصحى الصبح على صوت صفاء أبو السعود وهي بتجري في الجناين مع الأطفال وبتغني أهلا بالعيد. الأغنيتين دول على مدار سنين وسنين فضلوا يحسسونا ببهجة وفرحة العيد، بس احنا في اصله ايه بنحتفل بيهم على طريقتنا. ليلة العيد من ساعه ما غنتها كوكب الشرق والجمهور حفظها وبقى بيستناها من العيد للعيد علشان يسمعها. بس يا ترى انتوا عارفين ام كلثوم سمعت كلمات الاغنيه دي لاول مره من مين؟ ام كلثوم سمعتها من بائع متجول كان ماشي في الشارع وبينده على بضاعته وهو بيقول يا ليله العيد انستينا، فشدتها الكلمات، وفي حسها الفني أدركت إن الكلمات دي ممكن يتعمل منها أغنية مميزة جداً. الحكاية دي قالتها أم كلثوم في أحد حواراتها، وقالت إنها طلبت من الشاعر بيرم التونسي إنه يكتب كلماتها وكملها من بعده الشاعر أحمد رامي ولحنها رياض الصنباطي، وغنتها أم كلثوم لأول مرة في فيلم دنانير اللي اتعرض في 4 رمضان سنة 1940، فالناس ساعتها افتكرت انها عملت الاغنية دي مخصوص علشان العيد. المناسبة الاشهر بقى ان الاغنية دي كمان كانت سبب ان ام كلثوم تاخد وسام الكمال. ازاي حصل الكلام ده؟ ام كلثوم كانت بتحيي حفلة في استاد مختار التتش بالنادي الاهلي سنة 1944 في يوم ليلة العيد، وطبعا كانت بتغني اغنيتها الشهيرة يا ليلة العيد، وفجأة دخل الملك فاروق من غير ما يكون حد عارف بزيارته، وطبعا الجماهير وقتها هتفت وحيت الملك فاروق، وأم كلثوم وقفت الغنى لحظات لحد ما الناس تهدى والكل يقعد في مكانه، وبذكائها المعهود راحت مغيرة كوبليه من الأغنية ودخلت اسم الملك فاروق ترحيب بقدومه. المفروض إنها كانت بتغني يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور، تعيش يا نيل وتتهنى ونحييلك ليالي العيد، لكن بعد دخول الملك فاروق غنتها يا نيلنا ميتك سكر وزرعك في الغيطان نور، يعيش فاروق ويتهنى ونحييله ليالي العيد. وبعد ما أهدت أم كلثوم الملك فاروق الأغنية دي استدعاها الملك فاروق بعد الحفلة وسلم عليها وأعلن منحها الوسام، ومذيع الحفلة وقتها قال إن الملك فاروق أنعم على الآنسة أم كلثوم بنشان الكمال، وجات أم كلثوم ووجهت كلمة شكر للملك فاروق. أغنية أم كلثوم فضلت متربعة ومنفردة بالاحتفال بالعيد سنين كتير جداً لحد الثمانينات لما ظهرت أغنية أهلاً بالعيد. إيه كواليس الأغنية دي بقى؟ الملحن جمال سلامة اللي لحنها كان بيحكي عن قصة صناعتها، وقال إنه كان بيسمع دايماً أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم، وكانت الأغنية الوحيدة اللي بتتردد في العيد، وكان بيشوفها إنها مخصصة للكبار، فسأل نفسه ليه ما فيش أغنية للأطفال عن العيد؟ وكان نفسه يعمل حاجة عن العيد للأطفال، فراح لصديق عمره الشاعر عبد الوهاب محمد وقال له عايزين نعمل حاجة للأطفال، واداله مطلع الأغنية أهلا أهلا بالعيد وقال له كمل انت بقى الكلمات، واتصل بصفاء أبو السعود وكانت ساعتها المطربة اللي بتعمل أشهر وأنجح أغاني الأطفال، وطلب منها إنها تغني الأغنية. جمال سلامة كان بيقول إنه صفاء أبو السعود كانت مترددة في الأول وقالت له أنا إزاي هقول أهلا بالعيد أهلا بالعيد، دي قليلة عليا، وكمان كانت قلقانة من المقارنة مع أغنية راسخة زي أغنية يا ليلة العيد لأم كلثوم. بس جمال سلامة طمنها وشجعها وقال لها هتنجح وتكسر الدنيا كمان. بعد كده اتصل جمال سلامة بالمخرج شكري أبو عميرة علشان يصور الأغنية. شكري أبو عميرة هو كمان اتكلم عن كواليس التصوير وقال إنه قرر إنه يصور الأغنية في الشوارع علشان يكون المشاهد أقرب لروحها، وساعدته دراسته للهندسة في إنه يظهر التصوير الخارجي بتقنية جيدة، خصوصاً إن الأغنيات وقتها كان بيتم تصويرها في استوديو مغلق، لكن المشاهد في الأغنية دي اتصورت جنب جامعة القاهرة بين حديقة الأرمان وحديقة الحيوان، واتصورت كمان في برج القاهرة وعلى عربيات الحنطور مع البالونات، وبكده خرجت الأجواء واقعية جداً ومعبرة عن جمهور الأغنية. كانت أول أغنية تتصور بطريقة الفيديو كليب في مصر، وده كان سبق للمخرج شكري أبو عميرة. بس الحقيقة بقى إن الأغنية دي فيها كلمة عملت لبسة عند أجيال كتير جداً، كلمة سعد نبيها. كلنا كنا فاكرين إنه سعد نبيها ده شخص اسمه كده، وكنا كلنا بنسأل سؤال واحد، هو إيه علاقة سعد نبيها بالعيد عشان يخليه ذكرى جميلة من بعده؟ إحنا كنا مستغربين بصراحة
لحد بقى ما اكتشفنا الحقيقة دي مؤخرا، وانه معناها سعدنا احنا بيها، هو اللي بيخليها ذكرى جميلة. يعني شوفوا الأغنية بقالها كام سنة واحنا لسه مجمعين من قريب الموضوع ده. بس الحقيقة ده حللنا لغز رهيب كان مأثر علينا كلنا طول ما احنا بنسمع الأغنية. دي كانت معلوماتنا عن أشهر أغاني العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وصحة وسعادة دايما إن شاء الله. يا رب تكون المعلومة عجبتكم. استنوني في حلقة جديدة ومعلومة جديدة، وأصله إيه؟ مع فين سليم.